تطوير قدرات الطالبات والطلاب من الناحية الرياضية هي من أهم أهداف الدراسة الكردية في كركوك، وبالأخص قسم الأنشطة الرياضية، حيث يسعون دائماً إلى أعطاء أهمية للرياض من خلال إقامة البطولات للجنسين وفي فعاليات متعددة ومختلفة. هذه السنة شارك أكثر من 250 مدرسة ضمن مدارس الدراسة الكردية، والعام الماضي أيضاً شاركت مدارس كثيرة. نسبة المشاركة جيدة، أثمن جهود مدرسي الرياضة ومدراء المدارس على تعاونهم وتشجيعهم للرياضة. حقيقة خلال عامين كثفنا جهودنا لتطوير الرياضة والاهتمام بها في المدارس. ضمن أنشطة وفعاليات كرة الطائرة لمرحلة الإعدادية وللبنين، وبعد منافسات قوية بين الفرق المشاركة، وصل فريق سرزي وشوان إلى المباراة النهائية. وبعد منافسة قوية بين الفريقين، استطاع لاعبو مدرسة شوان من فرض علو كعبهم والفوز بالمباراة بواقع شوطين دون مقابل. كما رأيتم، مستوى اللاعبين عالي جدا في كرة الطائرة. إن شاء الله مستوى اللاعبات في المباراة التي تلي هذه المباراة في كرة الصالات للفتيات تكون أيضا بمستوى مقبول. نحن نهتم كثيرا بمادة الرياضة في المدارس، وندعمهم في كل عام بالوسائل والمستلزمات الخاصة بالرياضة. أما بالنسبة للفتيات وضمن منافسات كرة الصالات لمرحلة الإعدادية، تقابل فريقا مينا خان وجالا في المباراة النهائية، واستطاعت فيها لاعبات مينا خان من السيطرة على المباراة وتقديم أداء ملفت، ليفزن بالمباراة بخمسة أهداف مقابل هدفين. تقيم كل سنة نشاط رياضي والكشف في الدراسة الكردية جميع الفعاليات لكلا الجنسين سواء بنين أو بنات، واليوم النهائي نهائي طائرة بين فريقين متوسطة والإعدادية، وتقيم وأيضا في نفس الوقت خماسي بنات ابتدائية. التطور الملحوظ في أداء ومستوى لاعبات ولاعبي المدارس المشاركة في بطولات الأنشطة الرياضية للدراسة الكردية دليل على الجهود المبذولة في سبيل إعطاء أهمية للرياضة المدرسية. جيار سعيد، زاغروس تي في، كركوك.